حنا غادي نبقاو نديرو هكا كما راكو تشوفو، كما راكو تشوفو. شوفو يعني اللحم حنا ماذا بينا هكا ونهودو، وهنا نقد نزيد يعني هنا كما راكو تشوفو هذه ما راهيش كاع فور. شوفو غادي لو كان نديرها شوفو فوالا ونرخف يعني نعاودها شوفو فوالا ونرخف غير شويه. وهنا هنا هذاك الزيت هو اللي يعاوننا باش يكسر هذاك اللحم هذاك الشحم فوالا فوالا فوالا. كوم كي راكم دايرين؟ جيسبر كي راكم غايه، وتحيه كبيره مني ليكم للناس كاع اللي غادي تتفرج هاد لا فيديو. نقول لهم مرحبا بكم عندي في القناه الى راكم جدد، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتلايكوا لا فيديو الى عجبتكم بيان سور، ولي زابوني نتاوعي نقول لهم ميرسي بوكو وربي يحفظكم ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو يعني جديده مغايره على لي فيديو اللي كنت نديرهم ايتو. بغيت نقاسم معكم هاد الاله تاع التخسيس تاع تكسير الدهون. عندها بلوزيغ مو هاد الاله، نقدو يعني نقد نقول عليها يعني بزاف صوالح في اله واحده ديرها. المهم كما راكم تشوفوا هاد الاله راهي دايره ضجه كبيره في وسائل التواصل الاجتماعي الاوروبي، يعني كاين دي يوتيوبرز دي يوتيوبر اوسي من الاوروب يعني غور راهم يديروا عليها. انا مين شفتها يعني سا ما انتريسي ما نكذبش عليكم، باسكو عندها يعني نفعتهم بزاف والي ايفيكاس الي ايفيكاس. باسكو خطرات يعني نشوفو هكا دي زاباري تو بصح ما يكونوش ايفيكاس ونشروهم بوغيان. مي هادي انا من شفت بزاف يعني الناس يهضروا عليها قررت باش نشريها، وقلت وجربتها يعني جربتها راني عاد كي شريتها وجربتها قلت نقاسمها مع الناس اللي راهم معايا مع لي زابوني تاوعي. بالك هما ثاني راهم يعانوا يعني دي فوا كاين اللي عندها الكرش كاين اللي عندها بلايص هكا ما باغيش باغيه تنقص منهم ايتو، ودارت سبور دارت ريجيم دارت بزاف صوالح وما الله غالب يعني ما قدتش تنقص. بالك بهاد الاله تنجم يعني دير لها شي تلقى فائده على هاد الاله. انا ما راني ندير لا بيبليسيتي لا والو فوالا، يعني غير بغيت نقاسم معكم هاد لا فيديو سيتو. الوغ اليوم غادي نشوفو هادي كيفاش تخدم. كما راكو تشوفو الكتريك فيها الباتري تاعها تتشارجا، فيها ميم هذا لو تروك كما راكو تشوفو هذا تاعها فوالا هادي هاكا تجي كوم سا، ويجي ميم لاخر تاعها شوفو هاي لا ديجا شعلت فوالا فوالا. المهم وكاين هنا هاد لي فونتوز هاد لي فونتوز وهادو يتحركوا، هادي صغيره وهادي كبيره فيها زوج. ودروك انا ماذا بيا نجربوها ونشوفو كيفاش تخدم باش نشوفو ما نشروش كيما نقولوا الحوت في البحر. انا هنا بغيت يعني نوري لكم في لا فوتو لوين نقدو نستعملوها. شوفوا دي فوا كاين اللي عندها اللحم هنا كاين اللي عندها لهنا كاين مور الظهر كاين اللي عندها لي كويس سا دي بون كاين اللي عندها لي جومب فيهم لا سيلوليت اوسي فوالا. دي فوا ميم هذاك التفزار هذاك اللي يكون في لي جومب ايتو هذاك ثاني تقلعه هادي. المهم تهرس كيما نقولوا تهرس كاع هذوك الدهون تهرسهم. وغادي نعطيكم نصيحه انا على حسب لي فيديو اللي شفتهم اوبليجي نابليكو ماده يعني زيتيه يعني دهنيه على لابو ماذا بينا نكثروا بزاف باش هاد لافونتوز مين تبقى باسكو هنا سي الكتريك غادي اللحم تشوفوا كيفاش ينتفخ مين نبقوا نبوسو هادي تولي تزلج يعني ما تجينيش اللحم ما ي... المهم تشوفوا كيفاش الطريقه كيفاش غادي نستعملها فوالا. كيما راكم تشوفوا هنا هادي ندخلها لداخل كيما هكذا نتو هذا
فوالا كيما هكا كيما راكو تشوفوا كومسا. وغادي هذا هو راه يتخدم هنا، هذه باش نشعلوها، هاد البوطون باش نشعلوها هنا صح اوف اون باينه، وهنا هنا باش تجبد لي اللحم لهنا. هنا كاين بزاف درجات دي فوليوم هكا، هنا غادي تجبد بزاف، وهنا باش نرخفو هنا باش يعاود يولي اللحم يهود. المهم غادي نوري لكم باش تفهموا، باسكو هكا نعرف بلي ما غاديش تفهموا. انا طول طون غادي نخليها هكا، نقد نهود ونقد نزيد. بصح قبل كل شيء غادي نديرو الماده الدهنيه فلابو دابور. فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا هنا بغيت نسيع على ولدي. فوالا لاباري هايله غادي نشعلها، وحنا غادي نبقاو نديرو هكا كيما راكم تشوفوا. كيما راكم تشوفوا شوفوا يعني اللحم حنا ماذا بينا هكا ونهودو، وهنا نقد نزيد. يعني هنا كيما راكم تشوفوا هذه ما راهيش كاع فور، شوفوا غادي لو كان نديرها شوفوا فوالا ونرخف يعني نعاودها شوفوا فوالا ونرخف غير شويه. وهنا هنا هذاك الزيت هو اللي يعاوننا باش يكسر هذاك اللحم هذاك الشحم فوالا فوالا فوالا. Arrête de rigoler. Dis-le à quelqu'un. Je vois qu'il fait chuter le vide de l'âme. يعني هنا ماذا بينا هنا مرانيش عارفه ها، بس هو غير مانيش باغيه. فوالا كيما راكم تشوفوا هكا فوالا غادي نريقلها لهنا، نريقلها غير كومسا، نهود غير واحد الدرجه فوالا كيما راكم تشوفوا هكا. شوف هكا ونبقوا نعاودوا نكرروا هذيك الاخر، نعاودوا نكرروها هكا ونتمشوا. علاش قلت لكم الى قد ديروا ماده دهنيه هذه يعني هذه الطريقه الى كل يوم واحد 10 مينوت حتى ل 15 دقيقه باش نتحصلوا على نتيجه باش نتحصلوا على نتيجة في أقرب وقت كي نستعملوها كل يوم. وهاد الدهون هادو اللي يتهرسوا، هاد الدهون اللي يتهرسوا غادي تقولوا لي وين يمشوا، يعني هاد الدهون هادو غادي يروحوا فضلات يعني في التواليت، ولا غادي الصباح من النوضو غادي نحسو كي شغل الوجه نتاعنا ولا فيه كي الزيت، ولا فيه كي الزيت هكا كل يوم نولو نحسو، ونولو ندخلو ميم لي تواليت بزاف. انا باسكو سقسيت على هاد الاله واحد الخبيره نتاع هي سبيسياليست تاع هاد الصوالح، سقسيتها قلت لها وهذوك هذاك الدهان زعما هذوك الدهون اللي يطيحوا كي اللي يتكسروا وين يمشوا، تقول قالت لي كل صباح يعني تولي تحسي وجهك تزيد مزيد. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه هي، كيما راكم تشوفوا هذه هي لا فيديو اللي بغيت نقاسمها معاكم، وهذه هي الآلة اللي شريتها وبغيتها نقاسم معاكم. نتمنى يعني تكون عجبتكم. راكو تسمعوا داير حاله راني نهرس له في الدهان. ربع عليا هاد الكرش فوالا فوالا. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله واحد اخرى.
اهلا بسلام عليكم اغيتي بلال، اهلا بسلام عليكم، وفي فيديو مقبل ان شاء الله. سلامة.